السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. طبعا هذه فيديو ما عنديش حتى فكرة شنو باش نقول فيها، ولكن حبيت نعملها بعد ما قمت توا تقريبا نص نهار في هولندا بعد ليلة حمراء. طبعا البارح عملت فيديو على الفيسبوك مباشر قبل ما نخرج نسهر، وطبعا كانت متعمدة، عملتها يعني بكل وعي. واليوم حبيت أقول لكم بعض النقاط اللي تعتبر أساسية. طبعا الفيديوهات متاعي باش تتوصل كالعادة، غير هذه مناسبة باش تعرفوني عن قرب. راو حديثي عن الغنوصية ليس يعني أنني أؤمن بتلك الأفكار، لا، مش هذا الهدف متاعي. وهذا كان نقوله لكم في هذه الفيديو. بالنسبة لي ثلاثة نقاط مهمة جدا حبيت نقولها لكم. سامحوني باش نشعل سيجار رغم اللي ما نكيفش قدامكم، أما اليوم كما نقولوا نهار عيد، فهمت، والصغار الكل يلعبوا في الشارع. طبعا صغار المسلمين بصحتكم، وكل عام وانتم حيين بخير كما يقولوا المسلمين. في الحقيقة جاتني ياسر انتقادات أخيرا، يعني خاصة بعد اللي حكيت عن الغنوصية من طرف الملحدين، حتى بعض المؤمنين سوى الربوبيين وغيرهم، فهمت، بعضهم يقول لي رجعت للإسلام، فما بعضهم معناتها انسحب من الفيسبوك متاعي أصلا، معناتها اتهمني بالنفاق وبالخيانة وخيانة القضية، وهذه الخرافات هذه كلها أنا ما نؤمنش بها، فهمت. المهم اللي حبيت نقول لكم، راني أنا حياتي كاملة ضيعتها وأنا نبحث عن الحقيقة، حياتي كاملة ضيعتها وأنا أبحث عن الحقيقة. كل معلم نمشي نقرأ عنه في الأول يعطيني وجهة نظره وأنا نصدقها ونمشي على أساس إنها حقيقة، من بعد أكتشف اللي وجهة نظره هو مبنية على فكرة أصلية هي اللي هو بنى عليها وجهة نظره. وكما قلت لكم أنا عرفت ياسر من المعلمين، وكل معلم في الأول شيء طبيعي لازم يعطيك وجهة نظره، وأنا قلت لكم 90% من المعلمين يشتغلوا مع جهات معينة وعندهم أهداف معينة، والعشرة في المية اللي بعدين على أي جهاز عندهم وجهة نظر خاصة في نفس الوقت. حتى أن بعضهم قال لي علاش أنت متوليش معلم؟ أنا ضد فكرة المعلم والتلميذ. الكلهم وقت يجيو باش يعلموك يشترطوا عليك أنك ما تقولش هذا الكلام للعامة، بل هناك قوانين جدا صارمة يقول لك ما عندكش الحق تقول للعامة إلا بعد ما تكون عندك برنامج كامل، يعني بعد لأولت أنت الأفكار هذو وخلقت كما نقولوا احنا الدين. ويشترطوا عليك لازمك تكون من بين 40 و50 سنة. يقولوا لك كان تقول النظرية بتاعك قبل 40 يمكن تقتل، وفي أغلب الأحيان تقتل. طبعا شكون يقتلك؟ مش يقتلوك إن معناتها جمعيات ولا حاجة، لا، الكلهم يقولوا لي حاجة مهمة جدا، يقولوا لي راهي البشرية مازالت مش مستعدة باش تتلقى الحقيقة كما هي. ديما ياخذوا البشرية على أساس إنها قاصر، واللي هما اللي مسؤولين عليها، ولازمهم يجيبوا لهم فكرة الرب وفكرة المخلوقات الفضائية وفكرة ما نعرفش شنو الطاقة وفكرة 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 وفكرة.
أنا صراحة رفضت هذه الفكرة، رفضتها كليا. لماذا؟ لأني لا أعتبر الإنسان قاصر، أعطيه الحقيقة، قل له الحقيقة وخليه يدبر راسه. شبيك أنت مسؤول عليه؟ وأنا تنقول وجهة نظري. أنا لا أخذ هذا العلم أو هذه المعرفة، وأنا مسألة مهمة. فما أحد الأشخاص على اليوتيوب قال لي فما هناك معلم اسمه صلاح راشد. صلاح راشد عنده المعلومة، ولكن راه الغنوصية هي ليس المعلومة، هو الحس بالمعلومة. هذا هو الفرق اللي يوقع فيه ياسر عباد. رو يمكن أن تقرأ 1000 كتاب، ومثلا اللي يقولوا لي مثلا نحط المصادر معنات الكتب، طول نحط لكم المصادر عند بعد الفيديو هذه، باش نحط لكم المصادر اللي تنجموا تقرأوها واللي أغلبها فيها وجهة نظر. أنا ما حاجتيش بوجهة النظر، لأن بالنسبة لي أنا أؤمن أني وجهة النظر هي خاصة بكل إنسان. يمكن توافقني في بعض الأفكار، توافق هذا في بعض الأفكار، توافق هذا في بعض الأفكار، توافق هذا في بعض الأفكار، ولكن مش تشد واحد منهم وتتبعه 100%. هذا هو الخطأ. إذا اللي حبيت أقول راهي هذا العلم، أنا ما نعرفش هل هو بالفعل وقع ولا ما وقعش، ما عندي حتى دليل. أنا هذا العلم تلقيته كما هو خام، طبعا بعد تعب وجهد وذل وإهانة، وكأنك درشنوه بشتخ، ومن بعد تضيع سنوات وانت مؤمن بنظرية المعلم بتاعك، من بعد تلقى روحك مستعبد. يعني فكرة الاستعباد تجري في دم الإنسان. وأنا معك أعطيتكم يعني المعلم اللي في الفيديو السابق، هذاك معلم تنجموا تتعلموا منه الإحساس. كما قلت لكم هو يعطي وجهة نظره. ديما حاولوا، حتى من بعد وقت باش نعطيكم المصادر الكتابية، جردوا الكلام عن وجهة النظر. خذوا أرقام، خذوا مجرد كليا، وابني على المجرد الحقيقة بتاعك. والواحد قال لي معناتها شنو هو المنفعة من هذا العلم، وأنا باش نعمل فيديو خاص للمنفعة من هذا العلم. إنك تعرف هالجمعيات وهالمنظمات وهالنظام العالمي وهالسيستام العالمي على شنو يقوم، انك تعرف محمد وعيسى وموسى وكل الاديان مهما كانت على اي شيء اعتمدت. انا وجهة نظري هي واضحة في المسألة، ولا ادعي في نفس الوقت الحقيقة، وإنما أعتبرها حقيقة نفسي لقيت راحتي. أنا وقت حسيت الأشياء مش يعني باش نعزل روحي ونولي ما عادش نعيش، لا يا ولدي، نعيش ناكل ونشرب ونسكر ونرقد مع النساء. بعضهم قالوا لي شبيك تكره النساء، لا نرقد مع النساء وأتمتع مع النساء، عندي عادي، حياتي عادية الأقصى درجة ممكن، وما عنديش حتى أخلاق. إذا كنت تعرفوها ما عنديش أخلاق، أخلاق ما عنديش. أخلاقي الوحيدة إني أكون كما أنا، لا أخضع الآخر، لا أكذب على الآخر، لا أخادع الآخر، لا أمشي ملتوي، كن صريح. هذه هي الأخلاق بالنسبة لي، نكون كما أنا. وتنقول نصلح روحي، نصلح روحي باش ما نضرش حولي أقدر شيء ممكن، باش ما نضرش غيري أكثر شيء ممكن، مهما كان نبات أم حيوان أو إنسان.
الانسان طبعا بعضهم يعني يعمل غلو. راهو المسألة المهمة في العلم هذا انك تعرف مصدر هذه الايديولوجيات الكل وهذه العلوم الكل، وعلاش الغرب شادد في مسألة فهمت عداوته للإسلام، وشنو العلاقة من بين المسيحية واليهودية، وشنو العلاقة من بين هذه الماسونية والصهيونية وكل هذه الأمور، على شنو تقوم، وهذه الأحزاب السياسية الكل على شنو تقوم، وهذه المنظمات الاقتصادية على شنو تقوم. راهو هناك مجموعة، أنا لا أتهم أي جهة، وإنما هناك أشخاص في كل الشعوب يؤمنون أن البشرية قاصر قاصر، وأنها لازمها تكون هي المسؤولة عليها. الحكومات اللي موجودة اللي 100% عميلة، ما نعرف حتى حكومة أنا في الدول بتاعنا بين قوسين الإسلامية ماهيش عميلة، ما فماش نتحدى، فما حتى واحدة منهم، وكلهم يخدموا من أجل استعباد شعوب. حتى الغرب، غير أن الغرب عاطي نوع من الحرية، يعني تشم الحرية، صحيح ماهيش حرية مطلقة، ولكن هناك نوع من الحرية. طبعا أنا تعودت عليكم يمكن أكثر من اللي أنتم تعودتوا عليا، واللي سألوني قالوا لي علاش ما تكونش معلم، أنا من أنا أرفض فكرة المعلم، أنا أرفض أصلا فكرة المعلم. وبالنسبة لي كل واحد منكم لي في تعليقاتكم في كتاباتكم كل هذيك بالنسبة تعلمني أنا حاجات. أنا ما نتوقفش على المعرفة، ما نتوقفش على المعرفة ديما. معرفة الذات الإنسانية هي أهم شيء، ومع الأسف كثير بين قوسين حاشا أي حيوان ناس جهال. بالفعل أنا ساعات وتنتعامل مع بعض الناس ونقول المعلمين متاعي عندهم الحق، وعندهم الحق هذوما الجمعيات وهذوما المنظمات إنها تستغلهم لأنهم عندهم القابلية للاستعباد. أنا ديما يقولوا لي مع الأشخاص اللي يعرفوا يقولوا لي لو حاليك يا كريم ما تقولش شيمك فيهم عيش حياتك، كلهم أنا عايش حياتي بيهم ولا بلاش، أنا ما عندي حتى منظمة ورايا، ما عندي حتى جمعية تصرف عليا، ما فما حتى واحد شدد عليا دوسي. وأنا قلتها في أحد الفيديوهات، يعني مرة حبوا يشدوا عليا دوسي، قديمة عندها الحكاية تقريبا 20 سنة، لكن أنا الحاجة اللي عملتها ما ننكرهاش. أنا إنسان عادي أعيش حياتي بأتم معنى الكلمة، بل الحاجة الوحيدة اللي ينفعني هذا العلم إني وليد طعم الحياة، يعني وقت نعيش علاقة مهما كانت، علاقة جنسية ولا حفلة ولا سهرية، يعني أغتنم الفرصة إني أعيشها بالكامل، نذوب في الشخص ولو حتى لساعة ولو حتى اليوم عندي الذوبان، رغم ان الاخرين ديما على الجارد بتاعهم كما يقولوا بالتونسي. الناس تخاف من الناس، الناس تكذب من الناس، وانا نقولها كان كل واحد يظهر على حقيقته تو كل واحد يلقى اللي يسعده، ولكن الناس ما تثقش بعضها، نهار كل تشكك. وانا هذه المشكله بتاعي، وانا نقول لكم يعني عندي مشكله مع النساء، عندي مشكله ان كل مره نعرفها تشك فيا، رغم اني نتصرف كطفل عادي، ما عندي حتى فكره خلف، وتقولها نحبك نقولها نحبك، نهار اللي ما عادش نحبها نقولها ما عادش نحبك،
ويمكن عاود نرجع نحبها. بالنسبة لي أنا عندي الحاضر هو الحقيقة، المستقبل والماضي هما خيال لا وجود لهم. الحاضر توا قاعد نحكي معاكم، هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة اللي لازمني نستغلها أكثر شيء ممكن. كي نشرب قهوتي، كي نتكيف سيجارويا، كي نشرب البيرة متاعي ولا الشراب متاعي، كي نمارس الجنس، كي نعمل أي حاجة. إذن أنا مستحيل أكون معلم. أنا حتى توا مثلا وقت نحكي معاكم ونعمل فيديوهات، صدقوني نعمل فيها لحاجتي. أول حاجة نحب نعمل، نلقى لذة، نلقى متعة. وثاني حاجة ماذا بيا الآخرين يفهموا حاجات ويرتحوني، يرتحوني. يعني كي أنت يكون اللي حولك فاهم يسهل عليك المهمة أنك تعيش حياتك أكثر. وقتها أنا نوصل واحد نخليه يكون نفسه ويعيش بصراحة ووضوح مع من حوله، يمكن نقابله في نهار من النهارات نحس بالراحة، نحس روحي أني قدام إنسان ميحاسبنيش للمظاهر بتاعي، يحترم وجهة نظري وتصرفاتي. هذه أهم نقطة. إذن هذا العلم ما تاخذوش في الدرجة الأولى كحقيقة مطلقة وتبني عليه ونظريات وفهمتو وأمثلة شعبية وفهمتو حيكمل الماضي وحيكمل بطيخ وكذا وكذا وكذا. لا، تعلموا وحسوا وأوصلوا له من بعد تجاوزوه. ما تقعدوش محصورين فيه، ما تقعدوش داخل فيه. راهو كما قلت لكم في الفيديو الاولى انه لازم اللي حولك يكون فاهمك، لازمك تبعد الاشخاص السلبيين، ليس بمفهوم الطاقه، لا، السلبيين اللي يخليوك تكون منافق وهما ينافقوا فيك. ونفس الشيء بالنسبه للاشخاص اللي تسمعهم. طبعا توصل درجة معينة من الوعي انك تعرف تفرق كي تسمع من بين الرأي الشخصي ومن بين لب الفكرة، وقتها ما عادش فما حتى مشكلة، تنجم تسمع اللي تحب. ولكن مازلت ما وصلتش، فما درجات للوعي. الوعي مش توصل له ضربة واحدة، لا، مرحلة مرحلة. اذا الوعي ما تنجمش توصل له ضربة واحدة، فما مراحل. هذاك علاش الأشخاص اللي نحكي معاهم نشوف ساعة شنيه درجة الوعي بتاعه. أنت كشخص لازمك تعرف شنيه درجة الوعي بتاعك وشنو هو محتاج باش تسمع. الحاجات اللي تسمعها جدا مهمة كما قلت لكم، يعني كما تنظيف الأشخاص وأصدقائك اللي حولك، لازمك تنظف السمع بتاعك والنظر بتاعك. حاجة مهمة جدا. مثلا شخص متزمت، نجي مثلا نوجه نحو سماع مثلا القرآنيين أو الأحمدية أو الصوفية وغيرها، من بعد وقت يقوى الوعي متاعه نوجهه باش يسمع مثلا عدنان إبراهيم ولا فلان ولا فلان، باش يطور له الوعي متاعه بشوية بشوية. بعد نوجه نحو القبنجي، من بعد نوجه نحو شخص آخر وشخص آخر وشخص آخر حتى يوصل درجة الوعي. يعني هناك مراحل، مش سهل باش تخرج باش توصل للوعي. ما تحصرش في إيديولوجية، إين فوا أول ما تدخل الإيديولوجية أو تفكير أو وجهة نظر اسمعها، ولكن خذها بدرجة ثانية وحاول أخرج منها. هذاك علاش انا ما نقدمش نظريه، رغم اني عندي نظريه تخصني انا ويمكن تساعد الكثير. واهم نقطه في النظريه هذه ان كل هذه العلوم اخذها في الدرجه الثانيه ونعيش حياتي، نعيش حياتي باتم معنى الكلمه، ما نعقدش روحي ونفجر طاقاتي ونعيش كما انا
بدون مكياج كما أنا، بلاش أي تزوير، نقول أنا أنا، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش يظل راسه على الحيط. هذاك علاش أنا نجم نبدل ونعمل اللي نحب أنا، على خاطر ما عنديش شكون يحكم فيا، حتى واحد ما يحكم فيا، نحكم في نفسي، رب روحي، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. وأنا ما نحبش نستعبد الآخرين، نجم نعطيكم نظرية ونلعب لكم بمخاخكم، مش الكل طبعا، إنما نجم نلعب بمخاخ ياسر عباد بسيطة جدا. ولكن هل أكون صادق مع نفسي؟ لا، ما نكونش صادق مع نفسي. إذا في الحقيقة هذه فيديو عملتها كما نقولوا احنا صبحية بتاع سهرية، وانا كما قلت لكم باش نرجع نكمل نحكي على الغنوصية وتاريخ الأديان والمعتقد. غير هذه الفيديو حبيتكم ما تاخذوش الكلام بدرجة أولى، وعيشوا حياتكم وعيشوا اللحظة، هذه أهم نقطة، هذه توصلوا لها في الأخر، هذه أهم نقطة. راك أنت موجود في عالم المادة لكي تعيش المادة، لا تعيش الخيال. جيك فكرة أعمل ربها، ما تكسرش راسك، جربها، حسها، اعرفها، ما تحصرش روحك في بوتقة نتاع معتقدات وديانات ومخلوقات فضائية والطاقة. وانا قلت لكم انواع الغنوصية اثنين، وهي في الحقيقة ثلاثة، وتو نحكيو عليها، فما الشرقية وفما الغربية وفما الشرق أوسطية، اللي هي جايبة فكرة، فهمت، ما يسمى بالرب. وعندما نقول ثلاثة يعني نقصد تأويلها ثلاثة، يعني هناك التأويل الغربي والتأويل الشرقي أو الشرق الأقصى وتأويل الشرق الأوسط، أما هي في الأصل الغنوصية أصلها إفريقية، لا نقاش فيه، الأصل متاعها المنبع متاعها هي إفريقي. المهم أنا منحبش نطول عليكم، قلت لكم يعني الإنسان لازم يعرف شنو يسمع، واللي يسمعه لازم ياخذ في الدرجة الثانية. والغنوصية تعرف تقول حاجة قبل ما نختم هذه الفيديو، كيف هذا السيجار تقول اللي تولد على دين، فهمت، وما يحاولش يطور روحه من خلال ذلك الدين، وإن خرج من ذلك الدين يجب أن يخرج إلى الحرية. ونجم نضرب لكم مثال، إنسان في سيارة في طريق سيارة أطرد، نعتبره لهذاك هو دين معين، معنتها حب يبدل حياته وما يحبش معنتها يواصل في هذا الأطرود إلى الموت، في هذا الطريق السيارة إلى الموت، فيلقى تعرض في حياته ياسر خروج، خروج عن طريق السيارة باش يوجه الاتجاه، باش يبدل، شوف حاجة أخرى. العالم هذا المادي لازمنا نعيشوه بكل احاسيسه، مازلت باش تموت ومازلت باش تعيش الاحلام، ما تخافش، استنى، هذه الاحلام اللي ضيع فيها وقتك، هوني هوني عيش الغيال حقيقه. يعني انسان مشى لمدينه، فهمت، وحاصر روحه في بيت وقاعد يفكر لي في حاجات اخرى، اخرج شوف المدينه، المعالم، الواحد، اي حاجه تكسبها، أكل، شرب، نظر، سمع، أي حاجة سوف تنفعك، وتو نتكلموا عليها هذه المسألة. إذا يخرج من هذاك الأطرود، وش يعمل؟ ويعمل الدورة وياخذ أطرود آخر. هذا اللي تقول عليه الغنوصية الخروج من القفص ودخول إلى قفص آخر. كان أنت باش تخرج من دين وتدخل لدين آخر، غير أبقى في رب دينك.
وانا مشيت مره احد اليزيديين وقلت له نحب ننتمي للديانه اليزيديه، فرفض. قال لي احنا الديانه بتاعنا تقول ممنوع الانتماء اليها. قلت له علاش؟ قال لي على خاطر اللي ترك دينه، فهمت، وما لقاش الخلاص في دينه مش ممكن نقبل بيه في الدين بتاعنا. وفما ياسر دروز، وعندك اليهود اكثرهم حتى ما يقبلوش، حتى كان يقبلوا الطرق يعني جدا صعبه. والاسلام عندما يقول من بدل دينه فاقتلوه، هي فكره عامه، يعني حتى مسيحي يمشي للاسلام كيف كيف، انسان ما يصلح شيء، خرج من طريق سياره دخل طريق سياره، خرج هو يمشي في 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 طريق سياره، جاته فرصه باش يخرج خرج، عمل الدوره خذا طريق اخر. ما دامك خرجت من دين، اخرج للحريه، اخرج لذاتك لنفسك الروح، اخلق دين لروحك، رب روحك، نبي روحك. هذه نقطه مهمه، هذه حاجه. الحاجه الثانيه، انذل الانسان، وانذل شيء تسمعه في حياتك. هو انسان منتمي لدين وينقد دين اخر او يسخر من دين اخر. صدقوني ما فماش حاجه تقتل الفطره وتقتل الانسان اكثر من المساله هذه. تصور حوات ينقد في الجزار، ولا جزار ينقد في الحوات، ولا يسخر منه كما احنا نقولوا احنا مثل تونسي، الجزار يعظم على المراكزي، يعني واحد جزار واحد يعمل المرقاز السوسيس، الاخر يقول له ما انت ريحتك، والاخر يقول له ما انت ريحتك. ما فماش انذل من انسان ينقد دين وهو منتمي لدين اخر، يعني ينقد زباله وهو في زباله، سوى التعامل معاه، سوى الحديث معاه، سوى توزيعه، سوى سماعه، ما فماش انذل منه. يعلمك الكره والحقد ويخسر لك العقليه نتاعك والفطره نتاعك السليمه. هذه حقيقه، هذه حقيقه. ليه يقول لك نسمعوا هاك يقول لي حاجات على الاسلام؟ شبيك انت ما تعرفش تقرا وحدك؟ ما فماش مسلمين ينقدوا في الاسلام، ما فماش مسلمين خرجوا من الاسلام وينقدوا في الاسلام وخرجوا من تماو حتى دينا. تحب تنقد حاجه وتحب تفهم حاجه، امشي لاصلها لجماعتها. انا مثلا مسلم، كنت خرجت وليت ملحد لا ديني، خرجت لا ديني، عندي الحق ننقد الدين اللي كنت عليه. لكن واحد خرج من الاسلام ودخل البوذيه ولا الهندوكيه ولا المسيحيه، فهمت، وربط روحه بقفص اخر، والغريب انه يدعوك لهذا القفص. ما فماش حاجه تهلك العقل وتهلك النفس اكثر من الحاجه هذه، ورغم غير ما يشعروا. المشكل اللي راي الفطره او الغنوصيه، فما اشخاص كثير يعيشوها من غير ما يشعروا، وفما اشخاص يدمروها من غير ما يشعروا عن نية. نعرف انا كثير منهم عن نية. هذاك علاش انا نحب نعطيكم المصدر تاع العلم هذا كما هو باش تفهموه. من بعد ما توصل للوعي، الوعي بذاتك، مش الوعي هكاك، لا، الوعي بذاتك انت تفهم روحك، من بعد خلاص عيش حياتك وعلم اللي حولك باش توعيهم طريقتك باسلوبك، باسلوبك البسيط. المهم يعني ما نحبش نكثر عليكم الصبحيه هذه تاع انا مرتاح، تشوفوني مازلت كي قمت من النوم باش نمشي ندوش ونوريكم اموري ونرجع للفيديوهات نتاعي كالعاده. وحقا نسيت حاجه على مساله المرض، انا في الحقيقه ما حبيتش نقول عن المرض نتاعي، وياسر قالوا لي معناتها كيفاش، بس انا بالنسبه ليا علاش نقول على حاجه مانيش عارف كان هي باش تقضي عليا او لا مش باش تقضي عليا. استطعت ان اتغلب عليها، فهمت،
استطعت ان اتغلب عليها قلتها، ويمكن تعاود تجي ونهار اللي نعرف روحي فهمت اللي انا معناتها خلاص باش نموت، الموت نجم نقاومها، ولكن تجي نهار وتغلبني وترى حكيو على مساله الموت شنو هو نظرتي في الموت. انا ما نخافش منها، انا شدت صحيح ربي في الدنيا هذه الى اخر لحظه، واتمتع الى اخر لحظه، وان كنت على فراش الموت سوف اشرب وسوف اسكر وسوف افقد وعيي، لان كما قلت لكم اجمل شيء هو انك تفقد الوعي متاعك. اجمل حاجه في الدنيا هي، جربوها جربوها، وفما 20,000 طريقه علاش تفقد الوعي متاعك باش ترجع وتعطي اهميه لهذا الوجود اللي احنا موجودين فيه. وتنقول لكم انا مؤمن بالالحاد، مانيش نلعب، يعني انا مؤمن بالعالم هذا، بالماده هذه مؤمن بها، بالعلم مؤمن، وكان نعطي فيكم في الغنوصيه راهي مانيش ادعوكم باش تتبعوا خرافات والحكايات الفارغه، وتنقول لكم معناتها كيفاش قامت هذه الاديان وهذم الانبياء وهذم الرسل وهذم كل هذوما المعلمين، وتو تفهموا خاطر هما ينظروا، هما نيتهم حسنه، يمكن تكون نيتهم حسنه، هما يعتبروا للبشريه مازالت قاصر، هذه هي النقطه الخطا الكبير. حتى حكامنا ولا رؤسائنا ولا السياسيين يضعوا لك قانون ويعملوا لك حاجات وبروتوكول باش يلهيوا ربك، وهو بيعيشوا حياتهم احسن عيشه. اذا فيقوا على ارواحكم، فيقوا على رواحكم، اخلق امبراطوريتك انت، وكان لقيت في حياتك شكون ينجم يخلق معاك الامبراطوريه فما بها. وصعيب، وهذا معناتها موضوع طبعا نحكي عليه في مساله العلاقات والزواج في الغنوصيه وشنو هي الفكره نتاعها وعلاش تقوم، ومعناتها كل هذه التفاصيل انا باش نحكي بها، وانا توا مازالي تقريبا شهرين في اجازه المرضيه، خاطر من بعد باش ندخل نعمل عملية صغيرة باش نحي السرطان كليا. إذا باش نغتنم الفرصة هذيا الشهرين ثلاثة باش نعمل أكثر عدد ممكن من الفيديوهات قبل ما نرجع نخدم. المهم أشكركم إخوتي وأحبائي وأعزائي، وأعرفوا ما أنا إلا بشر. أوكي، بسلامة بسلامة، كل عام وانتم حيين بخير، جو فوز امبراس توس، وعيشوا حياتكم وعيشوا اللحظة وتعلموا وحسوا. راهو تنجم تقرا 1000 كتاب وما تحس حتى شيء، مش الفايدة في القراية. وتو نعمل لكم الفيديو حول الكتب اللي معناتها الإنسان مهم يقراها، ونعطيكم وجهة نظري في هذه المسألة، وتبقى وجهة نظري، وأخلقوا ربكم وجهة نظركم انتم. وشكرا مع فيديو قادم وبسلامة، وشكرا على التوسيع وشكرا على التشجيع. وللعلم فما أشخاص قالوا لي نجموا يعني ناخذ الفيديوهات نتاعك، الفيديوهات نتاعي كلها مفتوحة، وتنجموا حتى أني فما عملت حاجة في اليوتيوب أنهم الأشخاص ينجموا ياخذوا الفيديوهات نتاعي وينجموا يقصوها وينجموا يركبوها وينجموا يربحوا منها فلوس على اليوتيوب، عندهم كل الحرية، تنجم تاخذها وتنجم تعلق عليها وتنجم تقول وجهة نظرك وتاخذ مقطع معين وتعمله وتربح بها فلوس، وما عندوش الحق يوتيوب يمنعك باش تربح الفلوس بالفيديوهات نتاعي. اذا هي مفتوحة للجميع، هكا تلقاو العلامة، وتو نحطها لكم العلامة في الفيديو باش تشوفوها، انكم عندكم الحق تستخدموا الفيديوهات نتاعي كما تريدون. وشكرا، ومع فيديو قادم وبالسلامة.